السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. في جريمة جديدة هزت محافظة ديالى فجر اليوم، قتل 3 أفراد من عائلة واحدة، هم الأب والأم والابن، وأصيب ابنهم الآخر. يروي شهود عيان وناشطون التفاصيل عن هذه الحادثة، إذ يؤكدون افتعال الجنات حريقا قريبا من قرية التحويلة التابعة لقضاء الخالص، وعندما هب أهالي القرية لإطفاء الحريق تفاجأوا بمقتل العائلة بأسلحة كاتمة للصوت، لأنهم لم يسمعوا أي صوت لإطلاقات الرصاص. دعونا نستمع لشهادة أحد الناشطين الذي يروي تفاصيل ما حدث. السلام عليكم، وأتواجد بقرب مكان الحادث اللي حصل فجر اليوم في منطقة التحويلة اللي أدى إلى استشهاد عائلة، أب وابنه وزوجته. الأب يبلغ من العمر 43 عام، يعمل منتسب في القوات الأمنية، ابنه بالسادس امتحاناته بالايام القادمه، وابنه جريح طالب بالكليه، ترك 3 بنات وابن جريح. بحسب شهود العيان انه مسلحين دخلوا فجر اليوم قتلوا الابن، ومن ثم قتلوا الاب، وبعدها زوجته لحقتهم ايضا قتلوها واستخدموا الاسلحه الكاتمه، لان البنات بحسب شهود الاوليه انه ما سمع عن صوت الإطلاقات. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. ناشط آخر من محافظة ديالى تحدث عن الجريمة التي راحت ضحيتها عائلة كاملة لأحد منتسبي الأمن في الوقت الذي تمر به المحافظة بانفلات أمني كبير واتهامات متبادلة بين الميليشيات بالوقوف وراء الجرائم. لنستمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن من موقع الحادثة الأليمة في قضاء الخالص منطقة التحويلة، الرحمة للشهداء والشفاء للجريح. تفاصيل الحادثة بحسب ذوي وأقارب الضحايا، مسلحين مجهولين قاموا بالتسلل من هذه المنطقة والدخول إلى هذا المنزل، قاموا بقتل ابن صاحب المنزل أثناء وجوده في غرفة الاستقبال، يتسحر للأسف، ثم انتقلوا إلى غرفة النوم وقاموا بقتل صاحب المنزل اللي هو منتسب في مركز شرطة التحويلة. بعد ذلك قاموا بإطلاق النار على ابن الآخر في إيده، وزوجة صاحب المنزل وأم الأولاد لاحقت المسلحين في عمل أقل ما يقال عنه بطولي، ربي يرحمها، لاحقتهم إلى الحديقة، يعني حسب ما يقولون انه هي متلاويه وياهم، لكن اطلقوا النار عليها وايضا قتلوها. هل ينتهي الموضوع عند هذا الحد؟ بالطبع لا. دعونا ناتيكم بتفاصيل جديده ظهرت مؤخرا الى الساحه. بالاشاره الى الجرائم التي تحدث في ديالى، القت قوى امنيه القبض على منتسبين في ميليشيا الحشد يحملون اسلحه متنوعه وأعلاما لتنظيم داعش وينوون الهجوم على أحد المفارز الأمنية. أشار مغردون ومتابعون أن كل ما يحدث من جرائم في ديالى، وإن اختلفت المسميات، فإن من يقف وراءها هم عناصر ميليشيات الحشد الذين يأتمرون بأوامر إيران. هذه الصور مشاهدينا الكرام التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، هؤلاء عناصر أو هذان عنصران من ميليشيا الحشد منتسبان ضمن هذه الميليشيا، هذا واحد منهم أو منهما. هذا ما تم نشره في وسائل الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي كذلك. طبعا هذه الهويات أو الباجات اللي تؤكد وتثبت انتمائهم إلى ميليشيات الحشد، هيئة الحشد الشعبي، رئاسة الوزراء كما تلاحظون، هذا أحدهم، وهذه هي الأسلحة
كما تلاحظون هنا في الصورة أعلام داعش ورايات داعش وشعارات داعش تستخدمها ميليشيات الحشد لتنفيذ جرائم في محافظة ديالى وانتهاكات وخرق للقانون، لكي كما يقول كثيرون تبرر بقائها في هذه المحافظات بذريعة محاربة داعش. إذن ميليشيات الحشد تنتحل صفة داعش من أجل تنفيذ الجرائم والانتهاكات. جئناكم ببعض التغريدات مشاهدينا الكرام من موقع تويتر بشأن هذا الموضوع. دكتور ماهر يقول: منتسبين في مكتب أمن الحشد الشعبي، هكذا أفعالهم لخلق الفوضى وإثارة الأزمات، تنفيذ عمليات وهمية، صرف العتاد وتدمير أسلحة لغرض بيعها في الأسواق السوداء. دكتور مسعود يقول: كررنا مرارا وتكرارا أن الحشد الشعبي أصبح عصابات وميليشيات والفصائل إرهابية ضد الشعب العراقي والمواطن والعراق، ويأخذون رواتب من الحكومة والدولة. أنمار يقول: لعد أنتم صادقين أكو داعش؟ هم ذولا البديل ما داعش، حكومة بالنهار وبالليل دواعش. وفي تغريدة من أبو أحمد يقول: أي وشنو الغريب بالموضوع؟ هم تحت أوامر الدولة العميقة وإيران، وهي مجرد أعلام ما يصير عليهم شيء، أو مجرد إعلام ما يصير عليهم شيء. يقصد بأنهم سيخرجون منها كما تخرج الشعرة من العجينة، وكما حدث في مواقف سابقة كثيرة أثبتت أنهم فوق القانون. معنا السيد قسور من فنلندا، تفضل يا قسور. السلام عليكم، تحياتي لك يا طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أنا بالبداية أحييك على هذا البرنامج، بس عندي ملاحظة على الفقرة البارحة. كان يتحدث عن التربية وعن الزراعة وعن المدارس بالمحافظات الجنوبية من يوقع عليهم الطين والمي بالنجف الصور. كان عندي ملاحظة، بس الكنترول انتهى الوقت عندكم، ما أقدر أتحدث. صدقني أنا هسه بلد، إحنا بالدول العربية سموهم دول الكفار أنتم. بس لا، بس لحظة، بعيدا عن هذه المسميات، إحنا ما نقول دول كفار ولا دول مسلمين، هذا شأن ما نعلق حتى، بس لا يعني لا تقول علينا شيء احنا ما قلنا ولا ما اقصد انت اقصد المسمى طيب. الماشي عليهم دول كفار، احنا نسميهم دول يعني غير اسلاميه يسموهم طيب. هذا المسمى طيب. عفوا مو انت حضرتك. هاي البلدان هنا تعرف يعاملون احنا المغتربين معامله انسانيه، والله صدقني ايش قد ما راح اوصف لك راح تقول عليه هذا يبالغ، بالدراسه والتعليم والصحه وشلون يحافظون حتى على البيئه وعلى الحيوان. رئيسة وزراء عندنا هنا استخدمت سيارتها، خلت 10 لترات ديزل، تعرف عاقبوها عقوبة شديدة. سنة ماريا رئيس الوزراء في فنلندا. احنا ما لاعتهم لا أبالات. من يطلع البارحة هادي العامري وعند تسجيل قديم يقول القانون، احنا نتحكم بالقانون. فعلا يا أخي، فعلا نتحكم بالقانون. والدليل ديالة، الآن ديالة هاي بلد الأمان، بلد السلم والأمان. ديالة ما راح تستقر لأن بيها ناس ما يحبون البلد، وناس ميليشاوية وناس ما تحترم القانون. وأكثر من هذا أقول لك، لو مو يخلون فرق الخامسة ولا السادسة ولا السابعة، وأنا مشتغل فرق الخامسة بديالة، يعني قصد قطاع في بديالة بالسابق. قائد عمليات طيب. عندك رجل فاشل، علي فاضل عمران رجل فاشل، من لواء إلى لواء ركن، قام يشدون الدمج وصلت لحد الأركان، مو بس هذا، فهذا كيف يقود قيادات؟ طيب يعني خلينا نضع سيد قسور، خلينا نضع هذه الجزئية جانبا، بس خلينا نذكر، أو حضرتك أريد منك تعليق على اللي عرضناه قبل لحظات بشأن انتحال عناصر من ميليشيا الحشد صفة داعش في سبيل تنفيذ عمليات يعني هجوم على نقاط أمنية أو تنفيذ انتهاكات ضد الأهالي، حتى يقولون أنه داعش بعد موجود. يعني هذا الموضوع، وبعد أن ألقت القوات الحكومية القبض على بعضهم، ما لازم تعيد هيكلة هذه الميليشيات إذا كانت هي فعلا تابعة للقوات المسلحة الرسمية؟ حبيبي دولة ما يمتثلون تحت قانون وزارة الدفاع ولا رئاسة الوزراء. يعني الآن الحشد عندك نصفين، عندك الحشد العتبات، وعندك الحشد هو العشد اللي يقوده هذا الشخص، والله نسيت حتى اسمه. هذا كلها ميليشيات في النهاية كلها ميليشيات. هذا أبو الحشد، أخي أبو الحشد ما يأتمر بأمر قائد العام والقوات المسلحة. لو كان فعلا أكو قيادة موحدة دولة أنت أنا هسه لما أطلع فتوى جهادية ومشكورين عليها والشهداء
شهدائنا واخواننا ما يخالف، لكن من تنتهي المفروض ترجع العالم الاعمال. مو انا اخلي هذا بعد وين راح يروح؟ وين راح يشتغل؟ زين انت كيف تجيب واحد تخليه فريق ركن؟ انا بس هاي دوختني. كيف تجيب واحد تخليه فريق ركن ويشد اركان بالموصل بمصر وتخليه بالحشد؟ كيف يا اخي؟ كيف راح تمتثل القياده؟ كيف راح يكون السيطره؟ زين هاي احنا نتحدث عن ضباط الدمج المالين وزاره الدفاع والداخليه ومسيطرين على القطاعات العسكريه. قائد فرقه وكان عندك بالخامسه قائد فرقه قبل، قائد فرقه بالخامسه يخاف من رائد بالدمج عنده بقياده الفرقه بمقر الفرقه. سيد قسور، طبعا انا يوم غد ان شاء الله حخصص حلقه كامله في برنامج منبر الرافدين لقضيه قضية عامة بشأن التواجد الميليشيات بالعراق وتأثير الأحزاب الفاسدة والانتخابات وغيرها. أتمنى من حضرتك أنه تشارك أيضا لتبدي رأيك بشأن دور هذه الميليشيات أيضا بالعمل السياسي وتأثيرها على الحياة السياسية بالعراق وانعكاس السلاح على العملية الديمقراطية إذا كانت موجودة والسياسية والانتخابات كل هذه التفاصيل. لكن الآن أعتذر منك لأن الوقت ضيق حقيقة. نستقبل السيد جاسم من الموصل. تفضل يا جاسم، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أنا الحقيقة قلت بس يعني أشكر القناة. نعم. لأن هي القناة الوحيدة اللي ذكرتنا بالاحتلال. نعم. باقي القنوات ولا ذكرتها ولا حكت بيها ولا كلمة نطقت بيها. ليش برأيك؟ والله ما اعرف ليش. يعني معقوله ما يشعرون باثار الاحتلال السلبيه على العراق بشكل عام؟ ايه هو الظاهر هالشكل نفس الاحتلال صار شيء عادي يعني عادي بعد، فهسه يعني ما ذكرون ما عدا قناه الرافدين، غير قناه ما ذكرتها، اي قناه ما ذكرتها. نعم والله حقيقه اللي يعني يحاول يبعد المواطن العراقي عن الحقيقة، هذه مشكلة كبيرة تؤدي إلى تجهيل المجتمع. مشكلة لأن هو هذا الحدث حدث مهم يعني. نعم. كل العالم تذكره وإحنا هون ما نذكره. نعم. شيء غريب عجيب يعني. سيد جاسم إن شاء الله دائما نكون عند حسن ظن المشاهد العراقي حضرتك وباقي العراقيين. أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. بالنهاية هو دور الإعلام في كشف الحقائق وتوصيل الصورة الصحيحة والواضحة إلى المواطن، إلى المشاهد، إلى المتلقي. يعني إذا كان الاحتلال اللي هو أبرز حدث حصل في القرن 21 اللي أثر على منطقة الشرق الأوسط برمتها، اللي غير ملامح الخريطة الجغرافية للعالم وتحديدا الشرق الأوسط ودول العربية تأثرت بشكل كبير نتيجة هذا الاحتلال، إذا كان هذا خبر يعتبر عابر بالنسبة لمن في الداخل العراقي حقيقة، يعني كيف يمكن أن يصبح هذا الإعلام الداخلي إعلاما توعويا إذا كان هو يبعد المواطن العراقي عن حقائق الأمور ولا يربط ما يحصل الآن بما حصل يوم أمس؟ ويانا السيد ابن العراق من نينوى، تفضل يا ابن العراق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى أمة محمد الطيبين أجمعين إن شاء الله. بارك الله فيك سيد محمد. احنا طيب صرنا 20 سنة كلها عارفينها حقا يقينا. نعم. لكن يعني الفرق ما بين السابق أهلنا أجدادنا ثورة 20 واليوم كانوا على الفطرة كان يسمونها الوطنية يعني الغير العربية. اليوم حتى هذه الاستعمار أنغل من الشيطان. الاستعمار بدأ يفتت هذه الشيم القيم اللي كنا يعني نقول كنا من الجنوب إلى الشمال على هذا النمط. لكن للأسف. نعم. الشديد اليوم من تجي ضباط بالجيش العراقي لما كان السابق القادسية قادسة الصدر في ملانيات يعني من تجي يشوفوا يا فتحة الصدر هل نفسيتهم ويغيب بس لحد الآن بدأوا بس يسرقون ما بالهم بس هم والفلس. يعرف حقا يقين هذا قاتل، يعرف هذا ميليشياوي. أنت يعني ما قد حدك ساكن، أنت وين دورك كقيادي؟ ليش من نقرأ عن قادتنا اللي حاربوا بـ 73 فلسطين؟ ما هذا عمر العلي الله يرحمه من واجه رئيس المسلم جسد بنته الرئيس الصهيوني انذاك، ليش جابوا صاغرا اركعدوا؟ ليش وين هذا القياديين؟ وين ما تطلعون الى هالقياديين
ويخطون خطوة هم كلهم القادة. اليوم القياديين اللي عندك بالعراق هم هادي العامري وقيس الخزعلي والحلبوسي والمالكي، هذه الشخصيات اليوم تسمي نفسها قيادات وهي اللي بدها تحكم بلد مثل العراق. استاذ محمد العفو، هذول ما يمثلون العراق، هذول مو ود العراق، هذول تبعيه كليتهم، احنا نعرفهم زين، هذول همهم دمهم همهم مجوسي، هواهم مجوسي بامتياز، احنا ليش نغبي؟ احنا جنوب اليوم يعاني اكثر من ما عانينا ونعاني لحد الان، هو وعرف الحقيقه وين. احنا ليش يعني احنا نقول كل من متنفذين منهم قاده الجيش والوطنيين، ليش ما سرا يقومون بعمليه كبرى نزيح كل الاكل ماكو؟ ترى لحد الان نفس الوطني موجود لكن الهمم يعني من زاويه ساكته، لانه يدينا بس فرصه ماكو للاسف الشديد. انت احنا مكفوفين الايدي، احنا نريد الطقم من الجنوب حتى والشمال مره واحده نزيحهم، ما يهمنا ترى ذولا. الله وكيلك جبناء نعرف قد جبناء، هاي الميليشيات تقول عن الناس فتح لهم اعطيني مجال، هذه الميليشيات هم كلهم ميليشيات ايرانيه صرف، يعني من تجي ارديال نكبوها هم نعرفهم، هم دعي يلبسون زي دواعش. وعندك ايضا امريكا مجنده دواعش، هذا جبل المخبور موجود، كل اهل القوار والمخبور يدرون بهم ويغذونهم وحتى عوائلهم على شكل من تبع عوائل. اذا امريكا او ايران هم دعي يغذون دول الدواعش أغبياء. سيد ابن العراق أنا أشكر حضرتك، أكتفي معك بهذا القدر، شكرا جزيلا لك. رسالة من أحد المشاركين يقول تحية خاصة لقناة الرافدين الشريفة هي وكادرها، شكرا جزيلا. وكما قلنا مشاهدينا بإمكان حضراتكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية عن طريق الرقم المخصص للواتس أب، والذي يمكنكم من إرسال هذه الرسائل سنستقبلها إن شاء الله. وننوه فقط أن هذا الرقم ليس مخصص لاستقبال الاتصالات، هو فقط مخصص لاستقبال الرسائل عبر الواتساب. أرقام الاتصالات أخرى موجودة أيضا ضمن الشريط الذي يظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا ضمن حلقتنا لهذا اليوم، وهو قضية اعتقال الناشطين وتهديدهم. تعرض الناشط أبو حسن التميمي من البصرة، والذي دائما ما ينقل معاناة أهالي المحافظة والمشاريع المتلكئة والفاسدة والكثير من القضايا، تعرض للتهديد من قبل التابعين لإحدى شركات الاستثمار التي يشوبها الفساد داخل البصرة. وكنا قد عرضنا مقطعا سابقا له وهو يكشف عن ملف فساد داخل تلك الشركة. المقطع الآتي للناشط أبو حسن التميمي من أمام مجلس القضاء الأعلى يتحدث به عن تعرضه للتهديدات، وأنه قام بتقديم شكوى بخصوص هذه التهديدات، لنستمع. مساكم الله بالخير والعافية. قبل أيام تحدثنا عن ملف كورنيش شط العرب، وبالتالي ما تحدثنا بكيفنا، أكو عقد تسرب، وهذا العقد يقول به ملف تنظيف الكورنيش شط العرب وأعزائي المشاهدين بمليار و539 مليون. اللهم أني ناقل حالي حال الوادم اللي حشت وانتقدت وقالت إن سيد النائب عدي عواد هم تخاطب قاضي النزاهة المحترم وقال له هذا هدر بالمال العام. يعني صار يومين انا قسما بالله تعاليق وتجاوز غير اخلاقي، تجيني اتصالات يدورون علي بكورنيش ونكسرك وندبحك ونصلقك. انا اتصال جاني قالوا جماعه يدورون عليك بكورنيش حتى تكون منصف. بالتالي بعد ما عجزت ان جيت المحكمه حتى احصل نفسي قانونيا. اتصال للاقارب والاهل تهديدات، واذا خسرنا وما اعرف، وحكي غير موفق بصراحه. هذا مشروع من مئات المشاريع اللي عليها شبهات فساد بالبصرة. بالتالي جاي وصلون رسالة لكل ناشط مدني يقولوا له تسكت، والرسالة أيضا لكل صحفي والكل مدون والكل إعلامي جاي يقولوا له اسكت لا تكشف ملفات. نكمل مع ملف الناشطين والتعرض لهم من قبل القوات الحكومية أو من قبل أصحاب الشركات أو من قبل الميليشيات بغض النظر. ناشط آخر من البصرة وهو حسين الشحماني الذي ينقل معاناة أهالي المدينة بطريقة عفوية، تعرض اليوم للاعتقال بعد حديثه بمقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي نقل فيه شكوى ومعاناة المواطنين الذين يسكنون في كازينو لبنان في البصرة، بعد أن طلبت منهم الجهات الحكومية بإخلاء الدور التي يسكنوها باعتبارهم متجاوزين على أملاك الدولة.
وطالب الأهالي بتوفير بديل للسكن لهم قبل أمر الإخلاء. بعدها أقدمت قوة حكومية على اعتقال حسين الشحماني ولا يزال موقوفا. دعونا نشاهد. المحافظ احنا مو عبيد، احنا ناس قاعدين في هاي المنطقة، اعطينا بديل وشيلنا، احنا مو عصابة. انت ليش اليوم هذا ابو عباس خطيه شفت له فيديو من هدد قال احنا مطين دم وما ادري شني، ابغى اعلن التعليقات معادي حمجي، وين القانون؟ شال القانون ما يكذب الباقه والمليارات، مسيطرين على الميناء، مسيطرين على النفط، شال الواد مو قدام يا بيت ما بي صوره معلقه، شنو ابويا بيت روين صاروا لفوا دول بزون صاروا لفوا. مستشار المحافظ فريجي من اهل العماره كما يقال، هو يعني جذوره عندك. المستشار العشائر محمد الزيداوي، زيداوي ابو زيد بعد وين اهله بالجلعه؟ خلنا شويه عرض حاكمه السعوفله، خلنا نقول الموجودين، النرجس ابو النرجس، حاتم الدراجي رجال دراجي، عماره ابو سهل العراق بزوني عماره كما يقول هو، احنا ما اعرف اللي يحكي له حكايه يعتبر له. ليش عم احنا عراقيين نسكن في محافظه البصره، انترسنا سرطان وانترسنا مخدرات وانترسنا فساد، ليش اللي يقول اريد لي قطعه ارض 100 متر واشيل بيها واقعد؟ يعتبر لفو، يعتبر متعاطي مخدرات، يعتبر متخلف. الى متى هذا؟ الى متى؟ نتابع سريعا بعض التعليقات مشاهدينا الكرام بشان هذا المقطع او هذا الموضوع. علاء يقول: هذا اللي يحكي الحق ويدافع عن النايمين دائما يدفع ثمن، وقد يكون الثمن حياته. محسن يقول: لأن رجال صادق ويقول الحق ويفضح بالحرامية والحكومة. علي يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم للعراقيين والبصراويين الشجعان الكرماء. وضمن التعليقات من عباس يقول: الله لا يوفقهم رمضان، شنو ذنب عائلته يتروعون بهاليوم. معنا السيد أبو أنس من مخيم الهول، تفضل يا أبو أنس حياك الله. أبو أنس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك السلام الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أنس، تفضل. ألو. أبو أنس، إذا مشغل التلفزيون أرجو من حضرتك تنصي الصوت للأخير. تحية لقناتكم الكريمة، أسمع. حياك الله. تحية لقناتكم الكريمة. أهلا وسهلا. أبو أنس، إذا تسمعني بس أرجو منك تنص صوت التلفزيون للأخير. أسمعك تفضل. أخي العزيز، إحنا العراقيين مهجرين قاعدين بمخيم الهول، صرنا تقريبا شيء صار لنا تقريبا 5 سنوات. نعم. أبو أنس. أبو أنس. أبو أنس. أبو أنس. بس بلا زحمة عليك، نص صوت التلفزيون للأخير. صار لنا 5 سنوات، ولا واحد من الشعب العراقي فكر بالبشر، يعني أطفال نساء ولا مستشفيات. أيه. نعم سيد أبو أنس، أنا أرجو المعذرة، يعني الصوت حقيقة غير مفهوم وغير واضح وبي مشكلة رديء جدا، يعني احنا نتفهم طبعا الحقيقة سوء الشبكة اللي عندكم في مخيم الهول. أرجو من حضرتك أنه تكتب اللي عندك، أنت سبق وأن طبعا حاولت تتواصل معنا أكثر من مرة، وحقيقة يعني نحاول دائما نستقبلك، وحاولنا أيضا الاتصال بك المرة اللي فاتت لكن الصوت حقيقة سيء جدا والشبكة ضعيفة، فأرجو من حضرتك أنه تكتب ما لديك من يعني من تعليق من رسالة تريد توصلها عن طريق الرقم المخصص للواتساب، أو يعني تحاول تغير مكانك إذا قدرت، ممكن تتواصل ويانا بعد شوية يكون الصوت أوضح. أنا أشكرك سيد أبو أنس. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، ننتقل إلى مقطع آخر أو موضوع آخر في هذه الحلقة. من ملفات العراق الشائكة هو ملف الخدمات ورداءة الشوارع وعدم تعبيدها وإكسائها. من قضاء شط العرب في البصرة خرج ناشط ليوثق الحال المزري في شوارع وأحياء القضاء التي تفتقر إلى أبسط الخدمات. لنشاهد. وأهل وناسي في قضاء شط العرب الكرام،
اليوم هو يوم الأربعاء الموافق 29/3/2023 من منطقة الجزيرة الفيروزية. طبعاً 20 سنة تغير النظام السابق ولغاية اليوم ما شفنا أي إنجاز يذكر في هذه المناطق. نتكلم بصراحة، هذا شارع الفيروزية تقريباً عليه من 30 إلى 40 منطقة، من 30 إلى 40 منطقة، شوفوا هاي كلها مناطق حديثة. طبعاً سابقاً هاي كانت كلها أراضي زراعية بساتين، اليوم تحولت إلى مدن سكنية وأحياء سكنية. طبعاً ما عندنا أي مشكلة، ولكن اليوم نريد نشوف شنو دور الحكومة المحلية بالقضاء المسؤولين. طبعاً من 20 سنة نقول ونسأل ونصيح، هذا الشارع أنا الناس يومية تتصل بيه، وإحنا قضوها علينا خلال 20 سنة، قصون الشارع بالقرادر وذبونا سبويسات، يبلطونا فوق التراب، وهاي النتيجة. لا أخوان، إحنا ما نريد هذا الشغل التلزيق. لغاية اليوم خرائط قطاعية بهاي المناطق ماكو. ومع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، من البصرة أيضا مواطن آخر وثق شوارع المحافظة رغم الادعاءات بأنها قد أكسيت، ورغم الدعايات لمشاريع خدمية، إلا أن الواقع الذي سيظهر وسترونه بعد قليل بالمقطع الآتي غير ذلك. لنشاهد. راح تكون جولة صغيرونة نتعرف على طبيعة شوارعها، بعض شوارعها راح تكونون هاي المنطقة فايخة لولا. تمام. شارع مدرسة البشائر والمدخل إلى تايم سكوير، هذا ما شاء الله هم مليان طسات، هاي تشوفون قدامكم، هاي بدنوس حماد، السيارة هم ركضت بينا. هذا شارع حيوي يعني فيه مدارس ومدخل إلى تايم سكوير، هم وايرات لشغل هذا الشارع، هاي البداية، هاي المحسوب. الله الله جدعي بس الله شوفوا واحد شهد. هاي الثانية بعد، ثالثة، رابعة، ما شاء الله. نستمر مع هذه المقاطع بشأن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. ورغم عدم وجود شوارع معبدة وخدمات، يتفاجأ مواطن عراقي عند مراجعته لدوائر حكومية برسوم كبيرة تستقطع منه. المواطن يشكو من كمية الرسوم المستقطعة منه في دوائر المرور، والتي من ضمنها رسوم الطرق والجسور، ويتساءل أين تذهب تلك الأموال، ولا يوجد طريق في العراق صالح لسير المركبات. لنستمع. مديرية المرور عندي تجديد سنوية ورفع حديث. شوف هاي الوصولات، هذا وصل 30,000 مال الطرق والجسور، هذا الرسم مال من مال نقل المركبة، وهذا الرسم مال من مال غرامات، وهذا الرسم مال من مال هزاز. يعني أنا اليوم كملت معاملة رفع حديث تجديد سنوية 200,000. زين أعرف هاي واردات وين جاي تروح؟ أنت وزير الداخلية رئيس الوزراء مناشدة إلك، احنا اصحاب سيارات تكاسي بالشارع، شنو اللي جاي نحصله؟ شوارع تعبانه، غرامات، ازدحامات، تالي ما تالي تجي تاخذ من عندي 200,000، انا هسه بس تجديد سنوي اذا نقل ملكيه ايش قد؟ 400,000. هاي رسالتنا نوصلها لوزير الداخليه، وزير الداخليه تعال شوف العالم، شوف الفقره، احنا اليوم محافظه ديقار ومديريه محافظه ديقار بالمعمل، والله العظيم طقونا 200,000، منين اجيب؟ العالم منين اجيب؟ وانتم بوقت البلد كله، هاي رساله وزير الداخليه ورئيس الوزراء، يعني هان طلب الفقير. مديرية مرور العامة بالعراق بصورة عامة دير بالكم على الفقراء، والله العظيم يعني هو مشتري سيارة ويشتغل بها تاكسي، تالي ما تالي يوصل مرحلة 200,000 300,000. نتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. لدينا تعليق من علاء المالكي يقول: فعلا مع الأسف خدمات معدومة ومتابعة غير موجودة وغياب التخطيط في التوزيع. حيدر الزيدي يقول: أخذوا الفلوس وسووا بها، أخذوا الفلوس وسووا بها الشوارع من تبليط وعلامات وتخطيط، حتى بعد لا حد يحكي. في تعليق من لا تستغل طيبتي يقول أو تقول: أي والله صحيح، شارع حتى السيارة الصغيرة ما تمشي عليه. وتعليق من سلوان يقول: أي سووا الشوارع اللي شقت السيارات بالنص، والكم طسة ما مسوين بحياتكم، والكم طسة ما مسوين بحياتكم. هكذا يقول سلوان. مشاهدينا الكرام، دعونا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا.
برنامج جديد نلقاكم فيه كل يوم إن شاء الله، نتذكر فيه معا أياما من رمضان، نعيش فيه مع معارك وأحداث، نتذكر مرة نصرا عزيزا، ونتذكر مرة أخرى درسا قاسيا، نحاول أن نتعلم من هذا ومن ذاك. هي معركة من عجائب المعارك، لأن هذا الجيش القليل الذي يقوده طارق بن زياد استطاع أن ينتصر على الجيش الهائل الضخم الهادر الذي كان يقوده لوذريق. في هذا البرنامج في هذه الأيام تنقلنا وتقلبنا معا في أروقة رمضان مع شخصيات ومعارك وأحداث متنوعة التقطناها من تاريخ أمتنا العظيمة. كانت الفكرة أن نعيد التذكير بأنه يعني أمتنا عاشت طوال 1300 سنة تحيي رمضان بالمزيد من العبادة، المزيد من فعل الخير، التكافل، التزاور، التراحم، الاجتماع على القرآن وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان فيه ثلاث فرص غالية، كل فرصة منها تكفر الذنوب. حياكم الله من جديد مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم في حلقة صوتكم لهذا المساء، وبإمكانكم كما قلنا في بداية الحلقة أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال الرسائل التي سنقرأها في هذه الحلقة. معنا رسالة من السيد أبو مالك من أمريكا يقول: أستاذ محمد، تحية لك ولجميع كادر القناة الموقرة. أعتقد أستاذ محمد وتحديدا في السنة الماضية في عام 2022 أتذكر من قمت بالاتصال بقناتكم الموقرة وتحدثت مع حضرتك بخصوص تنظيم داعش. تنظيم داعش قد انتهى منذ 3 أعوام، لكن الذي يقوم بالإرهاب حاليا هم منتسبو الحشد والميليشيات لكي يضللوا الشعب العراقي بأن تنظيم داعش لا يزال موجودا، وهذه الأفعال تتم بالإيعاز من قبل إيران، والجميع يعلم أن تنظيم داعش وراءه إيران، والدليل واضح للجميع. لماذا تنظيم داعش فقط في المحافظات الغربية؟ وشكرا. طيب، عندنا رسالة من أحد الأخوة من مخيم الهول يقول: نتمنى من بعض شيوخ العشائر الشرفاء وليس الذيول أن يجدوا حلا للنساء والأطفال في مخيم الهول، والخزي والعار لكل من كان السبب في تهجيرهم. تحية إلى قناتكم الشريفة. شكرا جزيلا للأخوة الذين أرسلوا رسائل. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، نأتي إلى موضوع آخر الآن ضمن الفقرة الأولى. من الأمور التي أصبحت مزعجة للمواطنين العراقيين وهم في بيوتهم أو في المدارس هي ظاهرة الباعة المتجولين الذين يستخدمون مكبرات صوت عالية للترويج لبضائعهم، سواء كانت الخضروات، الماء أو الغاز. مواطن وثق بالفيديو عدد الباعة المتجولين الذين مروا من شارع أو من أمام بيته في وقت قصير، استخدموا خلال هذه المرات مكبرات صوت مزعجة للترويج لبضائعهم. دعونا نشاهد. هذا أول واحد. يا الله، الظهرية أريد أرتاح يوميا. هاي بدت المعاناة اللي أنا عايشها، منو مثلي عايش هيجي؟ هذا الثاني. يعني شلون من نام اليوم؟ راح تخبر، والله العظيم راح تخبر. اريد ننام يا معودين، اريد ننام خاطر محمد. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب، ننتقل الى مقطع اخر. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق مقطع لمعلمة في احدى المدارس تشكو من اصوات الباعة المتجولين التي تشوش على الطلبة اثناء الدراسة. لنشاهد. يعني بهالحالة هاي شلون نشرح وهذا بالشارع 500 طماطة 500 بوتيتة، شلون نشرح هذا الصوت ما شاء الله؟ يا سمع. يعني حتى المعلومة تطير.
يعني سطرنا سطر. اتهمتوا شيء؟ لا. من ورا شنو؟ 500 سورتوها بس 500. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا بشأن هذا الموضوع. من البصرة وثق مدير إحدى المدارس وانتقد طبعا الباعة المتجولين الذين يستخدمون مكبرات الصوت بالقرب من المدارس وأثناء الدوام الرسمي، ويطالب الجهات المعنية باتخاذ إجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة. لنستمع. السلام عليكم. حاليا جاي المعلمين كلهم بالصفوف. تفضل. بس ما اريد منكم شيء والله، بس من توصل يم المدرسة بس نص الصوت من توصل. هم اولادكم جاي ندرس بيهم. منا واحد تو واحد طلعت له قلت له رحم الوالدك بس نصي صوت السماعة. بس هذا ورا المدرسة ما لحقت عليه. بس من توصلون يم المدارس بس نص الصوت. والله جاي نأثر على الطلاب والله العظيم. هاي المدرسة جمعيات. مشاهدينا دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو فهد يقول هاي ظاهرة بكل مكان مو حلوة وإزعاج. أبو الغاز يصيح، أبو الستوتة يصيح، معلي السماعة كل إزعاج. علي يقول عمي أبو الغاز زين ونعمة بس أبو المي المصيبة شاد هورن مال باخرة. علي يقول ظاهرة الباعة المتجولين أصبحت في حالة ازدياد مع الأصوات العالية المزعجة التي تقلق راحة السكان في المناطق السكنية. يرجى الحد من هذه الظاهرة لما فيها من ضرر كبير على أفراد العائلة الواحدة. مرتضى يقول والله إزعاج، ماي آرو سمك وطماطة ما أدري شنو. أدري هي بيوت لو سوق شعبي. سيد أبو عمر من بغداد حياك الله، شنو رأيك بهذا الموضوع؟ حياك الله أستاذ محمد وحيا الله قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ محمد. إحنا يعني بالعراق هاي الظاهرات اللي قاعدة تصير عندنا من الباعين المتجولين سيارات الغاز أو سيارات يعني الماء الآرو أو الخضر أو كل هاي الأمور اللي قاعد نشوفها، هذه تجي من سبب الفقر ومن سبب العوز ومن سبب العطالة ومن سبب البطالة. نعم. اللي صار عندنا بالعراق من 2003 ولحد الآن الحالات اللي قاعدة تزيد عندنا، وقوات الأمنية والحكومة تشوف هاي الحالات اللي عندنا بالعراق وتصير عندنا يعني بوقات يعني أماكن إذا يمرون بالمستشفى. نعم. إذا كان مستشفيات يمرون بها وإذا كانت مدارس وإذا كان أحياء سكنية ناس عندهم مرضى ناس. نعم. أطفالهم يعني حالات يعني نقدر نقول يعني يستصعبون الأصوات العالية. هذه تجي أنه يعني من الحكومة اللي قاعد تحكم بالعراق هاي. نعم. ترجع لهيبة الحكومة وترجع إلى قدر الحكومة لشعبه. لو كانت الحكومة عندنا زينة وحكومة يعني لها ثقافتها ولها مكانتها، لما يكون المواطن يشوف بهاي الصورة اللي قاعد نشوفها اللي أصوات اللي قاعد تصير عندنا بأحياء المناطق في بغداد كانوا في المحافظات، هاي ظاهرة غير حضارية. هاي قبل أجل ثلاثة ما كانت هذه الأمور عندنا. يعني الباعة المتجولين واللي ترزق على يعني مثل ما طالعين على باب الله هذه يكون يعني المشي هو يعرف وقته أو الناس هي تعرف أوقات اللي يردون. شوف سيد أبو عمر أكو نماذج بالدول المحيطة بالعراق أيضا فيها بيع لأنابيب الغاز، يعني مثلا الأردن تركيا على سبيل المثال لا تزال عندهم آلية بيع الغاز، بيع أنابيب أو اسطوانات الغاز، لأن الغاز الطبيعي لا يصل إلى كل المناطق كما في تركيا على سبيل المثال. لكن الآلية في عملية بيع أنابيب الغاز هي آلية يعني مرتبة شوية حديثة متحضرة، عملية وجود شركات وبإمكان من يريد أن يحصل على أنبوبة أو اسطوانة غاز يتواصل مع هذه الشركة، وستصل هذه الشركة هي شركات قطاع حكومي أو قطاع خاص، تأتي إلى منزل الفرد وتقوم باستبدال الأنابيب بشكل حضاري بعيدا عن هذا الإزعاج. يعني هي الآلية موجودة، قضية بيع الأنابيب لا تزال موجودة ومستخدمة في دول كثيرة، لكن قضية الترويج أو آلية الترويج لهذه المنتجات هي أكثر تحضرا أقل إزعاجا للسكان. بدل أن نشوف هذه الإزعاجات بهذه الأصوات تكون عملية إيصال هذه البضائع أو المنتجات إلى الناس بشكل متحضر عن طريق خدمات وأرقام مخصصة وما إلى ذلك. يعني ليش إحنا بعدنا بهذه الطرق البدائية المزعجة؟
استاذ محمد قلت لك بدايه كلامي هاي ترجع للحكومه وثقافه الحكومه وتطوير الحكومه، يعني نقدر نشوفها مو بس من نوع السيارات اللي قاعد يصير ماي ارو او باقي الامور الخضراء للخضار، هاي ترجع حتى الى دوائر الدوله، يعني بنشوف طوابير من المواطنين اللي يروحون اللي قاعد يسوي له جواز او اللي عنده معامله يروح يعني اوقات من الصبح او حد الظهر ما مخلص اجراء معاملته، يعني هذا يعتبر بانه احنا عندنا بلد متخلف، يعني باقي الدول من يريد يقدم له جواز او عنده فد معامله بيع وشراء بيت او كل الامور هذه تيجي عن طريق نقدر نقول الانترنت والاجهزه اللي صارت عندنا المتطوره بين الدوائر وبين المواطن، يعني اذا قدمنا جواز او طلب جواز هو للظهر. طيب انا اشكرك بس اللي توسعنا بالفكره، رحنا للجوازات ابو عمر، ولكن الفكره عامه انا اشكر حضرتك، فكره المنصات الالكترونيه، الخدمات الالكترونيه، استغلال وجود الانترنت الذي اصبح الان في متناول الجميع، بامكان الشركات الخاصه ببيع المياه، ببيع انابيب الغاز، غيرها، حتى اكو شركات اصلا اصبحت هذه القضيه طبعا قديمه انه موجوده لايصال المنتجات الغذائيه الى منازل الناس، خضر وفاكهه ولحوم ومنتجات البان وغيرها من هذه الامور، الاستخدامات اليوميه للمواطن في حياته اليوميه بامكانه ان يصل اليها عن طريق الهاتف، عن طريق الانترنت، الامور اصبحت اكثر بساطه واسهل بالنسبه للعالم. يعني ليش بعدك انت تمشي بنص الشارع وتهتف وتزعج الناس؟ هو ليس ضد من يحاول ان يسترزق، لكن هي الفكره انه لماذا لا توجد اليات توضع لتسهيل هذه الخدمات للناس وللباعة كذلك، وتقلل من حالات الازعاج اليوميه التي يشهدها المواطن العراقي في كل المناطق تقريبا الان في العراق. طيب نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقه، نأتي إلى جزئية أو فقرة الإنفوغرافيك. الأدوية الفاسدة وكذلك تهريب الأدوية هي واحدة من ملفات الفساد في العراق وبوابة لسرقة المال العام في ظل الإهمال الحكومي لمعامل إنتاج الدواء في العراق. التفاصيل، المزيد من التفاصيل سنتعرف عليها في سياق الإنفوغرافيك الآتي الذي يعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، لنتابع. انه اكو ادويه واكو علاجات مشموره بالاتلاف مثل ما تشوفون قدامكم، هذا كب التاريخ مالته 2017 والانهاء مالته 2000 الاكسباير مالته 20/8/22 مثل ما تشوفون، يعني بعد ما منتهي وصار لهم تقريبا 8 اشهر او ما يقارب سنه ذابين هنا. بالاضافه لهالعلاجات خلي شوف الناس، خلي شوف زين، انتم لا محتاجين ليش تشتروهين؟ ليش تشمروهين؟ الله اكبر الله.
نأتي الآن مشاهدينا الكرام إلى آخر فقرة لدينا في هذه الحلقة، وهي فقرة الهاشتاج. قاتل هشام الهاشمي وين؟ هو اسم تداوله الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا موقع تويتر. طبعا عزز التداول وثيقة مسربة من مجلس النواب تتعلق بعدم وجود المتهم في حادثة اغتيال المستشار السابق في حكومة الكاظمي هشام الهاشمي في سجون وزارة العدل، أثارت الشكوك حول تهريب المتهم في قضية الاغتيال بعد التأجيل المتكرر لمحاكمته. تشير الوثيقة الموقعة من قبل وزير العدل الحالي خالد شواني الصادرة في التاريخ 29 من كانون الأول الماضي ردا على استفسار نيابي بشأن المتهم أحمد الكناني إلى أن المتهم غير موجود في سجون وزارة العدل العراقية أو الأقسام الإصلاحية. جاء المغردون بهذا الوسم وتداولوا بعض التغريدات أو كثير من التغريدات، جئناكم ببعضها. شاه القرداغي يقول: التأجيل المستمر للقضية من قبل القضاء والغموض حول المجرم يضع الكثير من علامات الاستفهام. لماذا يخشى الجميع من المساس بقاتل الشهيد هشام الهاشمي؟ ولماذا بقيت القضية معلقة حتى اليوم؟ مجاهد الطائي يقول: كانوا يوهمون الرأي العام بمحاسبة من يضغط على الزناد ويتسترون على الجهة التي خططت ومولت ودعمت ووجهت، أما اليوم حتى من ضغط على الزناد غير موجود في السجون. لينا تقول: مصادر خاصة تؤكد تورط رؤوس كبيرة في الحكومة بقضية تهريب المجرم قاتل هشام الهاشمي، ومن يطالب بالكشف عن هذه القضية يتعرض لضغوط كبيرة، لذلك على جميع الشرفاء المطالبة بكشف القضية وجعلها رأي عام لإيقاف مهزلة تهريب القتلة وإطلاق هاشتاج قاتل هشام الهاشمي وين. ريما تقول: للأسف كلنا نعرف ومنذ اليوم الأول من مسرحية إلقاء القبض على قاتل هشام الهاشمي بأنه لم ولن يحاكم، والسبب القاتل تابع لجهة متنفذة في الدولة، الدولة العميقة. جريمة قتل الهاشمي سوف تنطوي كما طويت قبلها آلاف الجرائم بحق العراقيين. رحم الله الهاشمي والعار لقاتليه. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.